الطريقه ديال السباكيتي اللي كتجي روعه روعه روعه، غادي جربوها وانا متاكده بزاف بزاف انها غادي تعجبكم ان شاء الله باذن الله، غتنال الاعجاب ديالكم. خليكم معايا باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. يلاو معايا، اهلا وسهلا. اليوم غادي نوجدو مع بعضياتنا واحد العشيوه اللي ساهله ما فيهاش بزاف ديال الوقت. واش عندي هنايا؟ هذه كنت خديتها من المرجان، شوفوا شحال فيها، 250 غرام، 250 غرام ياك. سونغليتين صراحه غاليه، خديتها من المرجان واش ب 460 واش ب 560 ريال. وعندي هنايا صلصه ديال الطماطم، غادي نوريكم واحد الطريقه اللي كنستعمل بها انايا، ما كتاخذش معنا بزاف ديال الوقت على بركه الله. هذه كيف ما كتشوفوا معايا شريتها، درت النص ديال هذيك المره والنص اللي بقى والو ما فيها شيء بزاف. غادي ناخذ كاسر وانا غادي نديروا فيها قياس ديال الماء. هانتوما كيف ما كتشوفوا هو الماء طلعت فيه الغليه، دابا غادي نرمي فيه. قلت تحركوا ما تحبسوش كاع التحرك باش ما تلصقش لينا في القاع. كيف ما كتبقى بقى تحركوا السباكيتي ديالنا، هي راه بزاف لو كطيب ما كتشدش فيه بزاف. هانتوما انا درت غير القياس ديال الماء، هي شربات هذاك الماء ما بقاش فيها نهائيا الماء كما كتشوفوا معايا. داكشي علاش قلت لكم ديروا غير القياس ديال كما كتشوفوا معايا. داكشي علاش قلت لكم ديروا غير القياس ديال الماء، ما تقاولوش بزاف. ها هي طابت حتى شربات داك الماء اللي فيها. عندي هنايا معلقه ديال الزبده، عندي شي شويه ديال القزبر، انا درت فيها ديك بزاف ديال المعلقات ديال الماكله اللي وريتكم. تنبقاو نحركو غير بشي شويه. بالنسبه لهذه ما تخليوهاش تطيب وتهرى، لا تبقى باقي تشد فيها شي شويه، زيدو شي شويه، قولوا زيد معلقه كبيره ديال الزيت البلديه. انا غنزيدها، تبقاو تحركو بحال هكا شي شويه، ماشي بزاف. كل واحد شي شويه كتخليوه كتحيدوه في الزيت، حتى الصلصه ديال الطماطم اصلا هي راه مهوره. صراحه جربوها ما غاديش يكونوا ساهله، ما تاخذش معنا بزاف ديال الوقت، غتعجبكم بزاف ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هي العشيوه ديالتنا واجده، زدت عليها واحد شي شويه هنايا ديال الكيتشب وشي شويه ديال المايونيز. بالنسبه للناس اللي غيسولوني على الطريقه ديال الكيتشب وديال المايونيز، ان شاء الله باذن الله انا غادي نحاول نحط لكم فيديو، واني غنقولهم لكم دابا بالزربه حيت ما بقاش عندي بزاف ديال الوقت. بالنسبه للمايونيز كندير كاس ديال الحليب، كندير كاس ديال الحليب اها، وكندير جوج ديال الفرماجات. تندير كيف ما قلت لكم الحليب والفرماج، ونبقى ندور في الدره وتنبقى نزيد عليه الزيت، ما كنديرش فيه البيض لحقاش الا دار فيه البيض خاصو يتكال ديك الساعه، ما خاصوش يبقى. الا بغيت نزيدو فيه شويه ديال الابزار. اما بالنسبه للمطيشه فانا كناخذ ديك مطيشه صغيره الحمراء بحال ديال الحريره كيف ما تنقولوا حنايا، وكنسلقها. ملي كنسلقها تنهزها كنسقطرها من ديك الماء اللي فيها وكنطحنها وكنديرها فشي، كاين اللي تيقول ليها شبكه، كاين اللي تيقول صفايه، كل واحد شنو كيسميها. المهم كنديرها فيها الصفايه كنخليها حتى كتسقطر، كتبقى لي غير هذيك مطيشه اللي شاده في راسها شي شويه. هادشي من بعد ما طحنتها وكناخذ ديك الحموريه ديال المطيشه وكنديرها في واحد المقيله وكنبقى نديها ونجيبها. ملي كتولي كتجمع شي شويه كنزيد عليها واحد المعلقه ديال النشا، معلقه ديال النشا، وكنبقى نحرك وتنزيد فيها شي شويه ديال الخل وتنبقى نحرك 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 مع الوقت. كيف ما قلت لكم كتبقاو تحركوا حتى كتحصلوا على الحموضيه اللي بغيتوا. بالنسبه للخل كتبقاو تزيدوا حتى كتجيكم ديك البنه ديال الحموضيه في الفم ديالكم. صافي كنديرهم في لا لا مايونيز لا كيتشوب، كنديرهم في شي قريعات ديال الدجاج، ما كنديرهمش في قريعه ديال القريعه ديال الدجاج، وكنحطهم في الثلاجه بصحتكم وراحتكم. كيف ما قلت لكم هذه الطريقه هذه انا معتمداها مده، هذه ماشي يلا كنديرها الريجيم انا ويا ولينا صحاب ولينا خوت ولينا عائله وحده. هذا العشيوه ديالنا واجده كيف ما قلت لكم بصحتكم وراحتكم، جربوها غتعجبكم بزاف، كتجي ساهله بزاف، ما تاخذش معنا بزاف ديال الوقت. الى عجبكم الفيديو ديالي كيف العاده شاركوا ليا في القناه ديالي،
وما تنساوش الكومونتير وما تنساوش ديروا الجرس وتخليوا لي شي لايك زويون بحالكم ان شاء الله. كيف العاده كنبغيكم بزاف 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 وكنفرح بزاف بلي كومونتير ديالكم اللي كنلقى. انا دابا شاركت معكم طريقه ديال عشيوه سهله وخفيفه بزاف ما كتشوش معنا بزاف ديال الوقت وكنعسو خفافين. مازال ان شاء الله باذن الله نشارك معكم بزاف ديال الوصفات من هنا لقدام. وخليت لكم الراحه ونتمنى لكم الصحه والعافيه بالتوفيق.